النهار أونلاين في الجرائد الإلكترونية قالت الكنترول إجباري في مراكز الطفولة دوريا. أمرت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مديرية النشاط الاجتماعي عبر التراب الوطني بتوفير معايير النظافة والصحة بمؤسساتها التابعة لها ومراقبة الأعوان والموظفين دوريا، خاصة مراكز استقبال الطفولة الصغيرة تحسبا للدخول المدرسي 2018-2019. الجيفانت كات قالت تزويد الجامع الأعظم بمحركات لتوليد الطاقة والتكييف، حيث أعلنت شركة كلاك إنرجي البريطانية عن اختيارها من طرف الشركة المكلفة بإنجاز مسجد الجزائر الأعظم لتزويد المشروع بمحركات تعمل بالغاز الطبيعي يتم استغلالها في عملية التدفئة وكذا التبريد. سبق براس قالت توقيف 5 تجار وأكثر من 5 قناطير مخدرات بولاية وهران، حيث ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي والأمس ببرج باجي مختار بندقية نصف آلية من نوع سيمينوف حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأفاد نفس المصدر أن مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بوهران تمكنت من توقيف 5 تجار مخدرات وحجز كمية من الكيف المعالج تقدر ب 128 كيلوغراما وسيارتين سياحيتين. إلى المصدر، مصدر ديزاد قال زمالي لا مناصب عمل جديدة في الإدارات، حيث صرح وزير العمل والتشغيل مراد زمالي أن ترسيم الموظفين في قطاع الإدارة لم يعد ممكنا، كاشفا أنه أصبح يشكل عبئا على الحكومة عكس القطاع الاقتصادي الذي صار بإمكان منتسبيها الاستفادة من الترسيم بعد انقضاء فترة 6 أشهر. ودعا زمالي الشباب إلى ضرورة التوجه إلى القطاعات المنتجة التي توفر للعمال امتيازات كبيرة عكس بقية القطاعات. الجيري ديبلوماتيك قالت إنهاء مهام كازوني وقاسي سعيد من المولودية. قرر أعضاء مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر إنهاء مهام المدرب الفرنسي برنار كازوني والمدير العام للرياضية كمال قاسي سعيد حسب ما أفاد به بيان الشركة الرياضية ذات أسهم العميد. ونختم بالآن نيوز الذي قال أيضا في القطاع الثقافي العميد والروائي حفناوي في ذمة الله، حيث انتقل المجاهد وعميد الشرطة السابق والروائي حفناوي زاغر إلى ذمة الله أمس الجمعة عن عمر ناهز 91 سنة. ونعى وزير الثقافة روح وعائلة الفقيد في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.